أهلا بكم مشاهدينا. أخبار موريتانيا نبدأها من نواكشوط، حيث أطلقت وزارة الصحة بالتعاون مع هيئة جي إكس الصينية يوم أمس الاثنين مشروع القضاء على العمى الناتج عن اعتام عدسة العين، ويهدف المشروع إلى إجراء 1000 عملية جراحية مجانية لصالح مرضى العيون. تفقدت وزيرة التشغيل والتكوين المهني زينب أحمدناه أمس الاثنين مدرسة التعليم الفني والتكوين المهني والبناء والأشغال بمقاطعة الميناء بولاية نواكشوط الجنوبية، وتوفر هذه المدرسة التكوين في عدد من التخصصات لتلبية احتياجات سوق العمل. وجه الوزير الأول محمد البلال اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تغطية المناطق الحدودية بخدمات الاتصال السلكية واللاسلكية وخدمات السمعيات البصرية إلى مضاعفة التنسيق لتوفير التغطية وبجودة عالية. بدأ المنتخب الوطني المرابطون معسكره التدريبي في مدينة الصخيرات المغربية، حيث سيجري مباراتين وديتين ضد كل من مدغشقر وبوركينا فاسو استعداداً للاستحقاقات المقبلة وتحديداً تصفيات كأس العالم. قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب إن الصندوق السعودي للتنمية بصدد إطلاق عدة مشاريع تنموية في موريتانيا. جاء ذلك خلال لقائه برئيس الجمهورية محمد الشيخ الغزواني. نهاية النشرة، دمتم في أمان الله.